واش الدراري، واش العشران، معاكم الرايدر فيديو جديد. هاد النهار ان شاء الله غادي نديرو تيست رايد للبيكر بي 2. كيف ما بزاف ديال الدراري منكم في لي كومونتير طلبوني باش ندير تيست رايد على هاد الموتور. اول حاجه اخوتي سمحوا لي على الروتار، غبرت عليكم هاد الايامات صراحه، كانوا شي ظروف خارجين على الاراده ديالي، ما كنتش كنلقى الوقت باش نخرج نصور نمونطي وداكشي، حيت راكم عارفين اخوتي هادشي هذا كيحتاج الوقت بزاف 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 بزاف، يعني خصو الخدمه ولا خرج خصني نعطي الخاطر لهادشي. باش الا حطيت لكم شي حاجه نحط لكم شي حاجه يعني لا تعجبكم، ماشي نكذب عليكم بحال هكا ولا نبقى نخربق وصافي باش نجمع لي فيو وداكشي، لا خصني نحط شي حاجه نحطها من قلبي داكشي لاش غبرت. وانا دابا ان شاء الله رجعت معاكم، ان شاء الله بقى نحاول كل يومين ثلاث ايام نحط لكم فيديو، حيت صراحه بزاف ديال الدراري منكم شجعوني بزاف على هادشي هذا اللي تندير، قالوا لي كمل. كنقرا لي كومونتير كاملين ديالكم، ولا لاحظتوا راه تنجاوب اي واحد على لي كومونتير ديالو، تحياتي لكم، داكشي صراحه تيشجع بزاف بزاف بزاف. فهاد التيست رايد اخوتي غادي نهضروا على اي حاجه كتعلق بهذا الموتور، غادي نديروا له ديسكريبسيون كامله، نديروا له وصف شامل ان شاء الله، نشارك معكم اي حاجه تنعرفها على هذا الموتور هذا. وبطبيعه الحال غادي نهضر على السلبيات ديالو والايجابيات بالنسبه لي انا، السلبيات اللي لقيت فيه والايجابيات اللي لقيت فيه، نهضر على داكشي كامل. وفي التالي ديال الفيديو ان شاء الله غادي نخلي لكم واحد السينيماتيك زوين بحال وجهكم اخوتي، تبعوا الفيديو حتى التالي باش تفرجوا في السينيماتيك وما تزقلوا حتى شي معلومه تتعلق بهذا الموتور. نخليكم اخوتي مع الانترو، نشوفوا مورا باش نبداو ان شاء الله تيست رايد. ليتس جو. اول حاجه غادي نهضروا على الماكينه ديال هذا الموتور، الماكينه ديالو 125 سي سي 125، اون فوا كتسمع 125 في الجروب تتخيل في دماغك بلاكه كبيره، اون فوا تتخيل في دماغك بلاكه كبيره تجيك في بالك لاسيورون شي شويه زايده في الثمن. بالنسبه لهذا الموتور هذا خوتي راه بيرمي، البوليس اصلا دايرين عليهم حمله خايبه، راه اون فوا تيشوفك بالباكر بيدو راه اول حاجه كيسولك عليها هو البيرمي. بالنسبه للدراري اللي باغيين ياخذوه من الاحسن يدوزوا بيرمي، باش كتخرج تسارى وانت مهني فهمتيني، ما يتبعك بحال لا مشفرو ما حتى شي حاجه، تخرج تسارى وانت مرتاح مهني ومن الاحسن من الاحسن. بالنسبه للماكينه كيف ما معروفه هي كاترطون، ترانسميسيون فيها بارشين، فيها 5 رابور دو فيتاس بروميي لتحت كلشي الفوق كيف ما المطر الكبار. بالنسبه للريزرفوار، الريزرفوار تيهز 17 لتر، كنت سولت على الريزرفوار في لا ميزون شحال تيهز، قال لي السيد اللي تيبيعهم 20 لتر، انا الصراحه هذيك 20 لتر ما دخلاتليش لدماغي، حيت المهم فاش كنت كنمشي ندير البلان تنضرب الحساب ليسونس بشحال طاح عليا داك البلان وشحال كنخاوي وكذا، كنلقى تقريبا بين 15 لتر حتى 17 والماجوري ونقولوا 17 لتر. بالنسبه لي مانيت ديالو ما فيهمش شي حاجه يعني اللي مبدله بزاف على الماطر الشينوا، يعني دي مانيت فيه اللي كلاسيك، هذه ديال اللي منخلص فيها لاكسيليراسيون، فيها البوطون ديال كوب كورون، فيها هذه ديال باش كتشعل الضواو، تشعل الضواو ديال الفيو شي شويه تشعل الضواو ديال الطريق، فيها هنا من التحت البوطون ستار، وفيها خلاص الجهه ديال الفران الاول، الجهه ديال الفران الاول انا بدلت له هاد اللوفيات، درت لهم لوفيات ديال الريزوما كوبي، فيهم هاد اللعيبه هادي باش تريكلهم الا بغيتي تقصح الفران ولا ترطبو صافي، هادي بومبه ديال الزيت الفران الاول. بالنسبه للمانيطه ديال اليسار يعني حتى هي عاديه ما فيهاش شي حاجه اللي كبيره ومغايره على الماطر الشينوا، تتلقى فيها كلاكسون من التحت، ها هو فيها هاد السويتش ديال السينيالات ليفت والرايت باش تطفيه، فيها هادي باش تشعل الاضواء ديال الطريق واضواء ديال التقابل، فيها البوطون ديال الكود فار ها هو، وخلاص فيها لومبرياج، لومبرياج حتى هي بدلت له اللوفي درت له هادي ديال الريزوما كوبي، فيها هاد اللعيبه هادي باش تريق اللومبرياج، هاد اللعيبه هادي صراحه زوينه عجباتني، يعني بحال دابا تترخي لومبرياج وتتردو ثقيل ولا تتردو خفيف، حتى الا عطيتي لشي واحد الموتور مثلا ما تيعرفش يسوق مزيان سخفتي منه لا يغفلو لومبرياج ولا شي حاجه تطلع هادي للفوق، تطلع له للفوق يعني تيسوق مرتاح وتتسوق انت تعطيه الموتور وانت اصلا مرتاح، ما تخاف ليه ربي لا حتى شي حاجه تيولي لومبرياج ثقيل
انا ما بقول النيفو التالي باش يولي خفيف باش دغيا دغيا غير يدير اكسيوني شي حاجه تيجاوبك تيريبوندي في البلاصه. خوتي بالنسبه للطابلو ديال الموتور يعني ما فيش شي حاجه كبيره اللي مغايره على الماط الاخرين، يعني كلاسيك. فانتوما كيف ما كتشوفوا فيه نص نيميريك ونص انالوجيك. الكونتور ديال الريجيم فيه انالوجيك بالموري، فيه حتى ل 14 يعني 14 فوا 1000 تور بار مينيت. البلاصه فين واصله ليكوي غادي تضربها في 1000، هذيك هي عدد ديال الدورات باش كدور الماكينه في الدقيقه. بالنسبه للجهه اللي فيها الكونتور نيميريك فيها من هذه الجهه هذه ديال اليسار النيفو ديال ليسونس في الريزرفوار، فيها خلاص السرعه باش غادي. هنا على اليمين فيها لي رابور، حنا دابا 4 ايام فيها لي رابور دو فيتاس، لي رابور كاملين كيتافيشاو هنا من برومي حتى 5 ايام. بالنسبه للبوان مور، البوان مور تتشعل هذه البوله، هذه تتشعل هذه البوله خضراء. يعني عندك هنا هذا مؤشر ديال تغيير الاتجاه اليمين، هذا المؤشر ديال تغيير الاتجاه اليسار، هذا فاش كتشعل اضواء الطريق يعني اللي هو الفار. صافي يعني هذا ما فيه. وبالنسبه للكات سينيال، انا البوطونه فين درت له ديال الكات سينيال ما كانش فيه، هادو تيخرجوا بلا كات سينيال. صافي خلاص فيه كونتاكت عادي، صافي تتبغي تلوكي الفولا تتبرك على الكونتاكت وتقلب اليسار، صافي تتبغي تفتح حاجه كتبرك وتقلب وتديماري. هذا ما كان يعني ما فيه شي حاجه اللي مغايره بزاف، يعني داكشي كلاسيك كيف ما في الماطر ديال الشينوا. بالنسبه للروايد ديال الموتور، الموتور فيه روايد ديال 17، العبار ديال الرواده التاليه 110 على 80، والرواده الاولى العبار ديالها 80 على 90. هما في لا ميزون تيخرجوا بشومبرير، يعني انت من بعد الا بغيتي تبدلو تردو تي بلاصه تردو، تطيح عليك رخيص كاع تشري فالف، تيدير 5 دراهم حتى 7 دراهم حتى 10 دراهم على حسب انت الفالف اللي عجبك، يعني تيطيحو رخاص. انا هادي رديت لها غير الرواده التاليه تيوبليس، الرواده الاولى خليتها شومبرير. يعني فاش مشيت عند السيد مول الروايد داكشي اللي قال لي يعني غير خليها الرواده القداميه خليها شومبرير ماشي مشكل، التاليه اللي دير لها تيوبليس. وبالنسبه للعبار ديال الريح قال لي تبقى دير التاليه، ملي رديتها تيوبليس قال لي تبقى دير لها 3 دلي بار 3 بار، والقداميه دير لها 2 ونص. عطاني واحد المعلومه قال لي يعني راه حيت المسامر تيحماقوا على الروايد المفشوشين، قال لي نفخها على حسابي. وصراحه منين نفخت وليت كنفخ الروايد داك العبار اللي عطاني ما دخل لي صراحه حتى شي مسمار في الموتور. هاد البياسه ما شاء الله اللي عندي موديل 2018، هادو يعني من الاول اللي خرجوا، الموديل الاول خرجوا موراه واحد جوج موديلات، يعني ما كاينش فرق كبير، ماكينه بحال سسبونسيون هي ترانسميسيون هي كلشي بحال، ما كاينش يعني شي فرق كبير. الفرق الوحيد اللي كاين في الموديل ديال 2019 2020 خرج فيهم هنا واحد الديكالك واحد السمطه هنايا، شويه ديال الديكالك زايدين هادشي. والباكر ديس اللي مكتوبه اللور حتى هي مبدله، مكتوبه بخط واحد اخر. صافي والموديل اللي موراه اللي خرج هو اللي فيه مبدل، ما مبدلش شي حاجه كبيره، يعني زايد غير الصابو من تحت الماكينه دايرين واحد الصابو صراحه تيجي زويون في الديكور. والرواده التاليه دايرين لاكارد بوم اللور، صراحه هاد جوج لعيبات اللي زادوا لهم زينوها ولات كتبان شي شويه عامره وعطاها حتى شي شويه ديال الحجم. يعني هذا هو الفرق اللي كاين بين هاد الموديلات، هما الماكينه والروايد اي حاجه كلشي بحال، يعني غرام ديال الفرق ما كاينش. بالنسبه للوزن ديال الموتور، الموتور فيه 125 كيلو، يعني شي حاجه اللي زوينه تحكم به مانيابل، تنعسو توقفو تتحس براسك سايكسون طروا، تتحس به كاع انه ثقيل، حتى الا جيتي تدفعو ولا جيتي تحركو بيديك ولا شي حاجه كتحس يعني به تقدر تحكم فيه. بالنسبه للعلو ديال السرج ديالو او الكرسي ديالو 75 سنتيم من الارض، يعني حاجه زوينه بالنسبه للبنادم اللي قصير بحال دابا ولا هكايا ما يتعذبش في السوقه ديالو، غيسوقو مرتاح يعني ما تعذبش في السوقه ديالو، شي حاجه اللي زوينه. بالنسبه للسيستيم دو فريناج فيه الفران الاول بار ديسكو بلاكيت، الفران التالي فيه طومبور ولي فيريدو، يعني حاجه اللي ما عجبتنيش انا الصراحه، حتى نوليو نهضروا على هادشي ونديطايوه مزيان في الايجابيات والسلبيات. بالنسبه للثمن ديال هذا، ديك الوقيته انا فاش خديته كانوا كيديروا 1.70 مليون، تيطلب لك هو في الاول 1.080 مليون، وانت وشطارتك فهمتيني، كاين اللي داوه ب 1.060 مليون، كاين اللي داوه ب 1.064 مليون، كاين اللي داوه ب 1.070 مليون، 1.074 مليون، كل واحد وبشحال داه. دابا زادوا غلاو شي شويه في الثمن، مؤخرا سولت واحد السيد عليهم ولا هاد اللون الابيض هذا تيخرج ب 1.094 مليون، واللون الكحل عليه الطلب تيخرج ب 1.110 مليون، يعني تقريبا تزاد
واحد 1500 درهم حتى 2000 درهم تزاد الثمن ديالو. علاش؟ الله اعلم. سولت انا علاش تزاد الثمن، ما يعني ما عطانيش مولا ميزون شي جواب اللي قنعني، وقال لي مازال غادا تزاد في الثمن. يعني انا سنهضر معكم على الاثمنه ديال مدينه فاس، مدينه واحده اخرى الصراحه ما عارفش شحال تدير. بالنسبه للاسيورونس ديال هذا الموتور هذا دايره 2000 درهم للعام، 6 شهور تجيب ب 19000 وشي حاجه، قول 1000 درهم، و 3 شهور تتقطع لها ب 530 درهم. كتلقى الفرق بين لاسيورونسات ماشي بزاف، ماشي بزاف، تتلقى بحال هكا واحد 40 درهم ديال الفارق، كاين اللي زايده 40 درهم، كاين اللي ناقصه، كاين اللي زايده 50، كاين اللي ناقصه، يعني ما كاينش فرق كبير. انا عطيتكم يعني الثمن اللي اكثر شيوعا فاش تبغي تقطع لها. بالنسبه للسيستم الزيت ديال هذا الموتور، عنده سيستم ديال فيريفيكاسيون بار كارتير اوميد، بالدارجه ديالنا كيعني بانه فيها كارتير ديال الزيت، تتخوي فيها الزيت، والبياس ميكانيك تيدورو في وسط الزيت، لا امبرياج لا بواطا فيتاس لا كلشي، تيدورو في الزيت وكيطلعوا داك الزيت للجروب، تيطلعوه لفوق للسيلندر البيستون السواقم. الفيدونج ديالو ساهل، يعني اي واحد فيكم يقدر يدير الفيدونج الراس، وما غيحتاج حتى شي حاجه. غتحتاج ساروت ديال 17، وغتحتاج سطيل ولا هكا شي طاسه تخوي فيها الزيت القديمه، يعني ساهل، ما تحتاجش تبدلو لا فيلتر لا حتى شي حاجه. بالنسبه للموتور تبارك الله مانع باش يعجبني انا، صغير شي شويه في الحجم، يعني تحكم فيه بحال هكا في وسط المدينه بالنسبه للمدن الكبار وداك الشيء، دور هكا في وسط الطوموبيلات ما تلقاش غرام ديال المشكل، وما شاء الله مانيابل وخفيف، يعني كيساعدك كيعاونك. بالنسبه للكونسوماسيون ديال هذا الموتور صراحه اقتصادي بزاف، على ما ضربت له انا الحساب تيكونسومي 2%، يعني ما كاينش فرق كبير بينه وبين 96 و 600 ودوك الماطر ديال اللي معروفين بالهايلاند ولا الغازيلا ولا، يعني ما كاينش فرق كبير بيناتهم مقارنه مع المجهود اللي كتعطي الماكينه. تبارك الله الماكينه مجهده وكونسوماسيون قليله، فيها بالكونسوماسيون شي حاجه اللي مزيانه. وبالنسبه للكونسوماسيون راه كل واحد على حسب السوقان ديالو اخوتي، نقدر انا نسوق هذا الموتور هذا يكونسومي لي 2%، تقدر انت تسوقو يكونسومي لك 2.5، تكونسومي اقل مني. راك عارف كاين اللي مبلي بالرونفلاج، وكاين اللي مبلي تيخ عمر خلي الماكينه عامره تبقى غادي عن عن بحال هكا بحال هكا. راه اخوتي راك تتكونسوم لك ليسانس وبزاف، يعني الكونسوماسيون انت تلعب عليها. مهم مقارنه بمطر ما كبر ما شاء الله ما تيكونسومي حتى شي حاجه. ندوزو دابا الايجابيات والسلبيات ديال هذا الموتور. نبداو اول حاجه بالسلبيات، الصراحه السلبيات ديالو قلال بمقارنه بالايجابيات اللي لقيت فيه الصراحه. من بين السلبيات ديال هذا الموتور اول حاجه انه بلاكه كبيره، يعني انا قلت لكم راه انفو تشوف بلاكه كبيره دير في دماغك بانك راك في اسيورونس غاليه، دير فراسك بانك البوليس غيتبعك عليه، دير فراسك بزاف ديال الحوايج. ولكن اخوتي باش نتفاهموا على واحد القضيه، شوف هاد الدوله المغربيه راه ما كاينش شي مركبه تخرج للشانطي فيها محرك قانونيا تساق بلا بيرمي، راه ما كايناش. كنظن فهمتوا شنو بغيت نقول من هاد الهضره، يعني اي مركبه تتحرك بمحرك تخرج بها للشانطي للشارع بحال هكا لطرقان، راه خصك ضروري من البيرمي من رخصه السياقه باش تعرف الكود ديال الطريق، شكون اللي عنده حق الاسبقيه، شكون اللي خصو يدير كذا، شكون اللي خصو يدير كذا، شكون اللي خصو الاول يدوز هذا البلايك التشوير الطرقي، داكشي خصك تكون عارفه. بمعنى اخر بان حتى البلايك صغار راهم اخوتي قانونيا في البلاد راهم بالبيرمي. اي واحد منكم دابا يشد البيرمي ويقلبوا من اللور غادي يلقى جوج بيرميات ديال الموتور، بلا ما نهضروا على الاي ام، نهضروا غير على الا والا واحد. بمعنى الا واحد راه بلاكه صغيره في قانون ديال البيرمي، راه 49 125 راه بلاكه صغيره، راه خصو بيرمي الا واحد من 125 للفوق كاين البيرمي ديال الا، يعني خصو ضروري بيرمي. راه غير البوليس في الطريق والمخزن ما تيحكروش على هذه القضيه هذه، راه بامكانه غادي يشدك ويقيد لك بروسي ومشدك مثلا بسونطر ويقيد لك عدم الحيازه على رخصه السياقه، يعني قانونيا راه زامتك، قانونيا راه ما ظلمك ما حتى شي حاجه. حيت فاش تمشي تقرا على قانون السير غتلقى بان الدراجات الناريه من 49 125 خصهم بيرمي، ومن 125 الفوق عندهم بيرمي واحد اخر. انا ديجا شفت في واحد لي باج من لي باج ديال الفيسبوك واحد السيد مصور بروسي عنده سونطر ام في ال، مصور البروسي ديالو شدوه في مدينه كازا، قيدوا له عدم حيازه رخصه السياقه وداو له الموتور، وخصو يمشي يخلص وخصو يمشي يقضي كاع دوك الاجراءات باش الا بغى يرد الموتور ديالو.
يعني راه داكشي اللي دار معاه راه قانوني. غير هما كما قلت مازال حد الان ما تيحكروش على هذه القضيه هذه ما تيهضروش. انا كنت سامع بان في البدايه ديال 2020 غادي يحكروا على هذه القضيه هذه مزيان. ساعه جات مع كورونا صافي بنادم تخربق بزاف ديال الحوايج تانيولاو ما تداروش. ولكن اخوتي راه اي موتور راه بيرمي، راه ما كاينش شي موتور تيمشي فوق في الطريق ما خصوش بيرمي، راه ما كاينش ضروري خصك دوز بيرمي ديالك حتى تخرج. دابا انا باش عرفت انا هذاك هو مول الاسبقيه راه هو علاش انا وقفت دابا انا كنخرج قصه هذاك. هذا قانون تتقراه يعني انت ما يمكنش تخرج مثلا بواحد موتور بلاكه صغيره ولا بلاكه كبيره خارج وما مدوش بيرمي، ما يمكنلكش. يعني كما قلت اخوتي ومن الاحسن دوزوا البيرميات ديالكم، دوزوا البيرمي تخرج منك فوق ما جا خديتي شي موتور لقيتي بلاكه كبيره ولا صغيره ولا متوسطه ولا كاع ما كايناش. المهم راه عندك بيرمي ديالك، ما كاينش اللي غيزمتك ما كاينش اللي غيزيرك، صافي تخرج مني. حتى لو وقفك البوليسي غتعطي العالم ديالك. ومسي البيات ديال هذا الموتور سيستم الفريناج، الفرانات فيه الصراحه ما عجبونيش. الا عولتي على الفران التالي بوحديتو راك غتدبر عليها، يعني الفريناج لا علاقه فيه. هي تتشد الفرار الرواده تتلصق، واخا بالطومبور وبلي فيريدو الرواده راه تتلصق تتمشي صاك. واش شنو هو المشكل؟ هو ديك اللقطه انت فاش كتشد الفران تتمشي صاك الموتور تيبقى غادي زالق. من بين السلبيات اللي فيه ان البنواز ديالو شي شويه رقاق، ديك المساحه ديال البنو هكايا ما كبيراش باش يكون واحد التحام زوين مع الشانطي باش انت غادي تفراني. كاينه واحد الطريقه باش تفراني به مزيان، يعني كتعاون بالفران الاول. دابا نهضر عليها ان شاء الله في واحد الفيديو، غندير فيديو خاص غير كيفاش دير تفراني بمطر بحال هذا النوع اللي فيهم ديسك القدام وفيهم اللي فيريدو اللور. اللي بغى يشوف هذا الفيديو غادي يخلي لي تحت في لي كومونتير ديرنا فيديو على الفرانات، نوريكم طريقه واعره تبقى تفراني بها بحال راه عندك اساس الموتور تيلصق سط ها سط لصق. يعني طريقه سهله تتعاون الفران الاول. زيد على السلبيات ديال هذا الموتور انه كما قلت قبيلات الروايد ديالو يعني رقاق شي شويه، وهذا المشكل هذا فوقاش كتحس به بزاف هو فاش كتكون الارض فاسقه ولا كتكون طايحه الشتا شي شويه. هو الصراحه راه تلقى هذه القضيه في كاع المواطر، ولكن هذا زيد على الشكل ديال البنوات ديالو على داك انه مولس ان فوا تميلو شي ميلان ماشي هو هذا كل تكسيري تيزلق بك. يعني خصك ترد البال مع هذه القضيه مزيان، ترد معاها البال فاش كتكون الطريق بحال هكا ناشفه خذ راحتك نعسو وقفو ما كاينش غرام د المشكل. غير هو فاش كتكون الارض شي شويه فاسقه خصك ترد معاها البال وبزاف لانه تي صراحه تيزلق. زيد عليها ان ما فيهش كوفر، يعني الكوفر ديالو ما غيهزلك حتى شي حاجه، ما غيهزلك والو. يعني الا عولتي دير فيه شي حاجه ولا تيسكت اصلا دايرين له تما الفتحه ديال الكاربيراتور ملي تيدخل الريح من تما الموتور تيتخنق تيبقى يسكت لك. وندوزو دابا للايجابيات ديال هذا الموتور. الصراحه كما قلت لكم الايجابيات فيه اكثر من السلبيات بزاف 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 مقارنه بالثمن ديالو بالجهد اللي فيه بالكونسوماسيون ديالو بالصح اللي فيه. من بين السلبيات ديالو انه خفيف الوزن، ما يعذبكش بزاف ما يعذبكش بزاف بحال هكا الا ما بغيتي تحركو ولا فوسط المدينه ولا هكا غادي بشويه ما تيعذبكش تسوقو تسوقو مرتاح. بالنسبه للطريق عطيه الطريق عطيه الطريق ما تخممش، سير سافر به خذ راحتك الجلسه مرتاح. الكرسي كيف ما قلت لكم جاي على عبار ديال اي واحد، اي واحد جلس فيه غيحس براسو انه مرتاح. سافر به خذ راحتك. من بين الايجابيات اللي فيه ان فيه ريزرفوار ما شاء الله كبيره، يعني الا مشيتي درتي ديك 17 لتر ودرتي له البلان سير خوي البلاد نتايا وما تخممش كاع هكا تشوف في ليكوي ولا بحال كتشوف النيفو ديال ليسانس خذ راحتك. لانه ما شاء الله كما قلنا ما تيكونسوميش ريزرفوار كبيره، وعاد فاش تخرج على المدينه وتشد به الطريق راه تي الكونتور ديال الريجيم هنايا تيكونوا فيه لي تور بار مينوت طايحين، يعني غتلقى غير تيشم ليسانس من بعد غيسخن وكذا غيبقى يكون الاحتراق ديال ليسانس كامل ويبقى غير كيشم ليسانس. من بين الايجابيات ديالو انه تبارك الله سريع، المياه ديالو تيشدها في البلاصه الدراري تبارك الله كلها وشحال شاد فيها، اللي شاد به 120 اللي شاد به 115. المهم دابا ندير فيديو ان شاء الله مور هذا ندير فيه الماكس سبيد ديالو نشوف شحال غيشد لي، حيت انا الصراحه عمرني عصرت له هكايا شي مره نشوف القلب ديالو شحال يخرج. الماكسيموم اللي شديت به انا شديت به 106، شد لي 106 في البلاصه. غير هو ما لقيتش انا الطريق طويله بزاف باش نزيد نشوف شنو يشد مور ديك 106، يعني صافي هكا هبط لك سيراتور
وطيحت شويه من السرعه. واللي بغى يشوف الفيديو ديال التوب سبيد يخلي لي كومونتير لتحت، يكتب لي فيه ديرنا فيديو على التوب سبيد، واي فيديو بغيتوا تشوفوه في هذا لاشين كتبوا لي لتحت في لي كومونتير شنو بغيتوا تشوفوا، وانا اخوتي ما عليا غير نطبق هذا الشيء هذا كامل اللي كطلبوا. زيد عليها ان لي بياس ديال هذا الموتور هذا موجودين الصراحه، يعني اي بياسه قلبتي عليها موجوده، ماشي بحال كاينين بعض الموتور اللي تتحمقك شي بياسه فيهم لا بغيتي تلقاها. هذا البياس ديالو موجود، يعني حيت الماكينه ديالو قريبه شي شويه من التريبورتور تتحسن شي حاجه كتلقاها عند موالي البياس، والاسمنه رخيصه شي شويه الصراحه. الموتور في وسط المدينه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نقدر انا بالنسبه لي انا تنهضر على تجربتي نعطيه 10 على 10 في وسط المدينه، تنهضر على الراي ديالي وكل واحد على حسب. انا صراحه تيعجبني سوق موتور هكايا فيه لي فيتاس ولومبرياج، نحس براسي حر بزاف احسن ما انني نسوق مثلا موتور اكسيراتور فران ما تيعجبوني الصراحه. ونتمنى اخوتي ما نكونش نسيت حتى شي حاجه ما هضرتش عليها بالنسبه لهذا الموتور هذا، واي سؤال عندكم اي حاجه نسيتها ما هضرتش عليها خليوها لي لتحت في لي كومونتير باش نهضر عليها ان شاء الله في الفيديو الجاي. وحتى لهنا غادي نكونوا وصلنا للتالي ديال تيست رايد. ما تنساوش اخوتي اللي عجبوا الفيديو ديرنا لايك كومونتيو اخوتي، قولوا لنا شي هضره زوينه بحال الهضرات اللي كتخليو لنا، شجعوني حيت بهضرتكم بكومونتيراتكم اخوتي كانت موتيفا، وكنحاول نعطي افضل ما عندي ونحاول ان شاء الله ندير ما بجهدي باش نوصل لكم الفكره ونبارطاجي معكم هاد لاباسيون هادي اللي كتحمقني الصراحه. اللي ما مابونيش يتابونا في لاشين، خليونا لي جيم معكم اخوتي ولي لايك. خوتي صحاب نجمه 6 راني ما نسيتكمش، راني حاط فيديوهات في فيسبوك، راني نخلي لكم اللين في الديسكريبسيون اللي بغى يدخل لاباج ديالي فيسبوك، غادي نخلي لكم تما كاع لي لين ديال لي ريزو سوسيو اللي عندي. ما تبخلوش علينا اخوتي بلي لايك وبالبارطاج، واللي ما مابونيش يتابونا باش ان شاء الله نكبروا هذه القناه والعائله ديال لي رايدر تكبر ان شاء الله، وما يكون غير الخير من هنا لقدام. واخوتي وصلنا للتالي ديال تيست رايد، نخليكم مع السينيماتيك، نتشوفوا في الفيديو الجاي. بيس اوت.